تلاميذ سنة أولى ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات، النموذج الثالث، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، اكتب الأعداد بالأرقام أو بالحروف. إذا لدينا أعداد 54 مكتوبة بالأرقام، لدينا 96 بالحروف، 48 بالحروف، هذه نكتبها بالحروف. نبدأ قراءة. أربعة أربعة و خمسون، أربعة و خمسون، هذه مكتوبة بالحروف، نكتبها بالأرقام. ستة و تسعون، تسعون، ستة و تسعون. واصل. ثمانية، ثمانية و أربعون، إذن أربعة وخمسون، ستة وتسعون، ثمانية وأربعون. ننتقل إلى التمرين الثاني. أكمل الشريط العددي. لدينا شريط فيه الأعداد 79، 81، 83، 84. نتمم الشريط، نكتب الأعداد في مكانها. 79، نواصل، أحسنتم. 80، 81، جيد. 82، 83، 84، أحسنتم. 85، 86، 87، 88، جيد. 89، أحسنتم. ثم 90. نحاول نراجع الشريط العددي. 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90. التمرين الثالث. لدينا حساب المجموع. 10 زائد 20 زائد 10 زائد 6، نطلب كم تساوي؟ نبدأ بالاثنين. 10 زائد 20، 10 زائد 20 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 30. إذا لدينا 30، 30 زائد 10، 30 زائد 10، أحسنتم، تساوي 40. 40 زائد 6 تساوي 46. نعيد مرة أخرى. 10 زائد 10، 10 زائد 20 تساوي 30، 30 زائد 10 40، زائد 6 46. العملية الثانية. 40 زائد 30، أحسنتم، تساوي 70، زائد 2، جيد، 72. 40 زائد 30 70، زائد 2 72، 72. هنا 25 ناقص 5، لدينا الوحدات، هنا لدينا العشرات، لا يوجد عشرات، إذن الوحدات ناقص الوحدات، العشرات ناقص العشرات، هنا يوجد 5 وحدات 12، هنا 5 وحدات لا يوجد عشرات، إذا نطرح الوحدات مع الوحدات. 5 ناقص 5، 5 وحدات ناقص 5 وحدات، أحسنتم، تساوي 0. 12 لا يوجد عشرات، 2 ناقص 0 أو لا شيء تساوي 2. إذن الوحدات ناقص الوحدات، 5 ناقص 5 تساوي 0، والعشرات لا توجد من هنا، تبقى 2 كما هي 2. إذن 25 ناقص 5 تساوي 20، 40 زائد 30 زائد 2 تساوي 70، 72. هنا 10 زائد 20 30 زائد 40، 46. التمرين الرابع. اربط كل شكل باسمه. لدينا أشكال، كل شكل، ولدينا أسماء الأشكال. دائرة، مستطيل، مربع،
مثلث. إذا الشكل الأول نأخذ هذا الشكل، هو عبارة عن أحسنتم دائرة نربطه مع دائرة، إذن هذا الشكل هو دائرة. الشكل الثاني نأخذ مثلا هذا الشكل نلونه، هو شكل جيد مستطيل، إذن هذا الشكل هو مستطيل. نأخذ الشكل الثالث، يمكن نستعمل مسطرة، الشكل الثالث هو جيد مربع، نربط مع المربع، الشكل بالأحمر هو مربع. بقينا الشكل الأخير، نغير اللون، أحسنتم، شكل هو مثلث، إذا نربطه مع مثلث، مثلث. إذا نراجع، لدينا دائرة، مربع، مستطيل، وهذا مثلث. إذا كل شكل واسمه. الوضعية الإيماجية كان عند أحمد 20 دينارا، أعطته أمه 15 دينارا، وزاده أبوه 15 دينارا أخرى. سؤال، كم دينارا أصبح عند أحمد؟ ها هو أحمد، هذه أمه، هذا أبوه. إذن أحمد كان عند أحمد، أحمد كان لديه 20 دينار، كان لديه 20 دينار. أعطته أمه، أمه أعطته، زادته أمه 15 دينارا، وزاده أبوه أيضا 15 دينارا، أب زاده 15 دينارا. سؤال، كم دينارا أصبح عند أحمد؟ إذن أصبح عند أحمد كل هذه الدنانير، أصبح عند هذه وهذه وهذه، إذن كل هذه الدنانير صارت عند أحمد. كيف نحسبها؟ جيد، عملية الجمع، نأخذ 20 زائد 15 زائد 15، إذا نجمع كل النقود، ما كان عنده وما أعطته أمه وما أعطاه له أبوه. إذا نكتب العملية أفقية، 20 الذي كان لديه زائد 15 زائد 15. في العمليات نقوم بالعملية عمودية، 20 زائد 15 زائد 15، الوحدات مع الوحدات، العشرات مع العشرات تساوي، نجمع وحدات 0 لا تحسب، 5 زائد 5 أحسنتم تساوي 10، نكتب 0 ونحتفظ بالعشرة. إذن ماذا لدينا هنا؟ لدينا 2 زائد 1 زائد 1 زائد 1، يعني 2، كان هذا 2، ها هي 2 زائد 1 زائد 1 زائد 1، نحسب 1 2 3 4 5 تساوي 5. إذن 20 زائد 15 زائد 15 تساوي 50. نجيب عن السؤال، كم دينار أصبح عند أحمد؟ أحسنتم، أصبح عند أحمد 50 دينارا. نراجع المسألة أو الوضعية، أحمد كان لديه 20 دينار، زاده أبوه أو زادته أمه 15 دينار، وزاده أبوه 15 دينار، كم أصبح عند أحمد؟ نجمع كل هذه الأعداد باستعمال عملية الجمع أفقية ثم عمودية،
ونكتب ونجيب على السؤال. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.